اهلا وسهلا بالشيف محمد عبد المنعم، واليوم عم نقدم الحبشه. منوره اليوم. الله يخليك، بوجودكم كلكم عزيزين. اكيد اليوم ان شاء الله بنعطي حلقه خاصه جميع... ومقدم لنا سربرايز، او محضر لنا سربرايز بختام الحلقه لحتى تكون تحمل التفاؤل لهالحلقه الاخيره لعام 2014، وان شاء الله رح نلتقى نحن والمشاهدين بعام 2015 بحلقات جديده من البرنامج. بس دائما هيك بتحس باخر السنه اخر حلقه انه في لها نكته خاصه، مثل كانه عم بتلخص كل السنه، احداث السنه اللي مرقت معنا. ان شاء الله تكون يعني السنه اللي جايه احلى من هذه السنه. كانت حلوه ولا مش حلوه؟ فيها اشياء حلوه فيها اشياء مش أي حلوه. اي اكثر؟ نص بنص. شو بتحس ل 2015؟ ان شاء الله تكون احسن من هذه السنه علينا وعلى كل الناس. شو بتتمنى؟ السلام والصحه والعافيه لكل العالم. هلا هيدا شيء عام، هلا هيدا شيء عام، بس انت دائما بينك وبين نفسك عندك امنيه. برنامج كثير حلو يطلع هيك على من بيروت على العالم العربي. على العالم العربي. انا عارفه هيدي امنيتنا كلياتنا، يمكن لمسنا هيدا الشيء محبه العالم لما طلعنا على اي ار تي افلام، يعني على الشرق الاوسط ما في حدا ما شافنا لا بلبنان ولا العالم العربي. ايش هالبروجرام الحلو، ليش ما بنشوفه على العالم العربي؟ ولكن هيدا البروجرام حصريا ان شاء الله بقنوات اي ار تي امريكا واستراليا، وان شاء الله بال 2015 بنصير على العالم العربي، وهيك يمكن بنكون شكلنا تواصل ما بين امريكا واستراليا والعالم العربي، ويمكن هيدا احلى تواصل بكون ان شاء الله. على كل حال هلا بنسال ليلى بس تيجي معنا على التوقعات، بلكي بلكي ليلى بتزبط معها. هلا عم بتحضر حالها، عم تساوي شعراتها ليلى وجاي لحتى تكون معنا، وبنبلش بهيدا الشيء اذا رح يزبط ولا ما رح يزبط. بدنا ناخذها لنشوف ليلى شو رح تزبط معك ولا ما رح تزبط، خلوني يساعدوها هلا. فاليوم رح نعمل الحبشه. حبش اليوم الحبش هو شغلته شوي بده وقت، المشكله فيه بده شويه وقت. معدل كل كيلو حبش بده تقريبا من 45 ل 60 دقيقه بالفرن، فمشان هيك ست الباب بتقول انه بروح عندي غاز عليه بالبيت. انا عملته قبل بوقت وحطيته، هلا عم حمره، هلا حنطلعه بعد شوي. انا عامله اليوم بالخضار، يعني حبش مع الخضره المشكله المسلوقه. عندي الجزر، عندي لوبيا وفطر ذره وبطاطا محمره. اكيد عم نحمر بطاطا. بطاطا المحمره انت نقيتها صغيره، لانه يعني انا اكلت الحبشه على العيد عند ناس عاملينها مع بطاطا حلوه مشويه. بكونوا عاملين بصير الصوص تبعه كله حلو. ايه بصير الصلصه كلها حلوه. هيدي حبش عم يعملوه بالخوخ والمشمش، خوخ ومشمش بقدموا معه بطاطا حلوه. كمان كثير طيب، بس بدك حدا يتقبل الاكل الحلو. لا ما حاطين معه خوخ ومشمش، حاطين معه كل شيء عادي هدول الا هيدي. يعني هيدي صارت زياده. لا يعني اذا نحن يعني حسيت صراحه طعمه مش بالضبط و... ايه. نحن بنعمله في طريقه بنعملوها بيجي بنعمله بعد يعني خوخ. نحن مش طالعين على الشرق الاوسط حتى ما يسمعوني شغله. لا هيدا اليوم اللي بحبوه الشرق الاوسط، الخضار او الرز. يقولوا عزمناه على الغداء ولك شو عم تحكي. لا اول واحد حسب ما بيحب، في ناس ما معوده تاكل انه هي طعمه، هي طعمه الواحد هو شو معود يعني طعمه. اذا بدك تعملي بالبطاطا الحلوه بدك تعمليه على الطريقه الحلوه للحبش، بدك تعمليه بالخوخ والمشمش الصلصه الحلوه. هيدي طريقه جديده في ناس ما بتتقبلها لانه معوده تاكله مع رز او مع خضره. انا عم بعمله مع صلصه الكستنه، اخذت كل شيء في خواص بيطلع منه بالصينيه. كيف يعني؟ يعني بس ما حمره ثلاث ساعات على بالنار بينزل منه كل المواد. مزبوط. الدهن والدهن. برجع بعقدهم بشوية زبدة وطحين وبطحن فوق منهم كستنة وبناكل. هلا بتعطينا رأيك اليوم. ويا عين. البطاطا أخذتها لصغيرة، سلقتها نص سلقة ودخلتها على الفرن بدي حمرها. فنحن عم نكسب شوي وقت. أنا حطيتها قبل بوقت بالفرن. هذه البطاطا انت ماشي حطيت بس زيت زيتون، زيت زيتون ورشه ملح، ورشه ملح وبهار وهيدا البابريكا عليها، وهيدي هي زيت الزيتون افضل من من الزيت او الزبده. والحبشه بنرجع بنذكر انه حطيتها مثل ما هي لحديت ما نزل خواص، بس حطيت على الصينيه شيء زيت او الحبشه بس ما تبلش تاخذ لون بحط لها بكعب الصينيه مي سخنه وبغلفها بالسانيتا. يعني انت بتحطها على الناشف للحبشه؟ هي اول شيء على الناشف، اول شيء بحطيها بدهنها بيريه كستنه، اذا بدي في بيريه كستنه بيجي على بدهنها فيهم، بحط لها شويه زيت ملح وبهار ابيض وفوتها على الفرن، بتبلش تحمر برجع بحط بكعب الصينيه مي سخنه وبغلفها بالسانيتا. بتصير عم تستوي على البخار. بعد حسب حجمها، اذا في سبعه اليوم انا عامل سبعه ثمانيه كيلو، هلا بالبيت بيعملوها خمسه كيلو، بعد ساعتين تقريبا بنشيل عنها السانيتا وبنرجع نحط لها شويه زيت ونتركها لحتى تحمر 100% مثل ما احنا بدنا.
نعطيها اللون اللي بدنا اياه. فعمليه طهو على الطبخ على البخار وعلى التحمير، يعني بنغلفها لحتى تستوي قلبها مشان ما تنشف كثير معنا، مش هيك لانه بتاكل وقت، يعني بدها على النار شيء 4-5 ساعات حسب وزنها. رح نحط الخضره، انا سلقت الجزر كله، الخضار مسلوقه عندي. دائما بتسلق بترجع بتقلي او بتسلق بترجع بتشوي صح؟ 100% صحيح. هو اي صحي اكثر، نرجع نشوي؟ نرجع نشوي. انا ما حط شيء هلا اليوم، مش 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 صحي. ملح بهار ابيض، ما حاستخدم حتى زبده، رح استخدم شوي زيت. يعني عم تعمل حبشه صحيه من زيت زيتون بقلبها. هيدي عنا كلياته نضيف، يعني اذا بيجي وزير الصحه لعنا بيعطينا شهاده. عازمينه لعنا يجي شيء بيعطينا شهاده. ابدا مطابقه، مطابقه للمواصفات. حتى الحبشه انا بفركها، يعني بطحين وبحامض وبحط لها بقلبها تفاح وبحط لها كرات وكرفس وجزر مشان الريحه والزنخه ما يطلع اي شيء فيها. وصدر الحبش بيطلع ناشف. بنصحهم للستات اذا عم يسمعوا يشوفونا هلا، بجيبوا ابره العادي سرنج العادي بيعبوه تفاح بيضربوها بصدر الحبشه بثلاث اربع محلات بالصدر عصير تفاح. وطبخوها ما بيقعد ابدا يطلع منشف. عصير تفاح، تفاح لانه نحن بنعمل منه الخل. ما فينا نعملها للدجاج العاديه لما نحطها بالفرن؟ فينا نعمل. ايه شو بتحط للدجاج العاديه؟ كمان اذا بدك، اذا بتحسي نشف خل وحامض. خل وحامض، او انا بفضل يعني التفاح، انه التفاح هو من الخل وما بيعطي نكهه. تفاح 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 عادي، عصير تفاح. نكهه شو بيعطي؟ بيعطينا نكهه. كيف انت عم يعني هو بتخلل؟ يعني هو عاده مثلا اذا انت مثلا عم بدي اعمل دجاج مشوي بحط له انا نقطه ليمون، عصير ليمون. يعني في حط له فيك تحطي تفاح بدل، لانه التفاح اقوى من الليمون. التفاح احنا بنستخرج منه الخل، خل التفاح كثير قوي. مش هيك نحن ببطل اذا شيء لحمه قاسيه بس تطرى. كيف اذا عم نعمل لحمه مشويه وحسيت اللحمه كثير قاسيه بتستخدمي الكيوي بقلبها. قطعي الكيوي حطي الاسيد اللي بقلبه بخلي اللحمه تفرط. صح، هي هيدي المواد اللي بتخليها بتطريها. اذا كانت بتطريها 100%. غازي مش هون، ما شايفته غازي اليوم عم بيحضر الحلقه، لا مشان يتابع الحبشه لانه بيطبخ كثير طيب، ومرته كمان للامانه يعني عزمنا على العشاء وكان العشاء تاعه كثير واو. ذكرناك هيدي الحبشه. عم سجل الحلقه غازي، انا عذرت. عنده المدام لغازي بتطبخ عندها نفس الكلاب، بدي استضيفك مع الشيف تعمل كل سلاد. يعني عن جد في سيدات بيوت رح نصير نستعين فيها. ايه قلت لها 100%. دائما بقول لهم انا اللي بالبيت، فكست لي الدايت بوقتها، قلت يلا معلش عيد كمان فيكي وغازي. عيدوا اخر السنه ما عادش تزبط معك. ما بعرف ما زبطت معي ابدا. هيدي الحبشه صارت جاهزه عندي. بيجي ليه عم تقصها هيك؟ عم قصها هلا. بنرجع بنذكر انه انت ما عملت فيها شيء، بس دهنتها باول شيء الكستنا، قلت لي في شيء بيري كستنا وحطيتها بالفرن، بس بلشت تدوب شوي. شو عملت لها؟ غطيتها بالتليفون وحطيت بكعبها شوية مي. وهيدي هي بشيل الجلدة لشيل الصدر. انت قصيتها بالنص او هيك شقشقتها حتى تستوي منيح؟ لا ولا شيء. ولا شيء، هي لوحدها بتعمل. لوحدها، لانه اذا بنقاسم في وزن معين لازم يكون عليه الحبشه لحتى نقدر ناكلها طيبه، ما تكون قاسيه اللحمه. لا يعني بين 5 إلى 7 كيلو. هي ما في يعني اصغر من هيك بصير فروج. هلا في منه 9 كيلو 10 كيلو. اذا عندنا نحن الشباب اليوم بدنا وزن. ايه طبعا اهم شيء الشباب. اليوم اصلا عملنا اشياء كثير طيبه. هربنا من الرز اليوم، بدنا نريحهم شوي من لانه جايب لنا بعد شوي الدسير. يعني شو بدنا نعمل؟ بدنا ناكل رز ودسير وحبشه. شفنا هلا شو عم تعمل؟ عم تفرجينا بس كيف طلعت من جوا، كيف انها كلها مستويه. قديش اخذت بالفرن وقت؟ اخذت شيء 4 ساعات تقريبا. والله فيك كتير. تفتح الفرن من وقت لوقت تطمن عليه؟ فيك تطلع عليه من وقت للتاني بهالشكل. طيب رح نطلع بريك حتى تنضم لنا ليلى، ونشوف ليلى شو حتقلنا عن البرنامج وعن الابراج، وايضا رح تطلع اتصالاتكم مشاهدينا بعد البريك. اذا بتعطينا ليلى حيطلع البرنامج معطيها الحبشه اليوم.